بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنت وضيع شيء شرفت له كحرا جنال كينا قصة دقح النبي موسى عليه السلام كحذي در كيسا كنا قصبي إن أقوم كيسا كصوبح إساقو قاون وحي بنو إسرائيل نبي الله موسى عليه السلام أدبين سياني أدبين أنبيا دي إساقا كهريسي وحي مروال بشاكي قلين جرير رنشيغستي سأيا نبي نمدي سا وليبا إيغو إندهو ذكو أركيي إنتاسو معجزوين أه وألا سبحانه وتعالى أغسو ديبين نبي موسى عليه السلام وحن مقال كان قده سيدين كغسو قد بن دونا قصة دقحي نبي موسى عليه السلام كلا عرري دركيسا كنا قصبي إن إساقو قاوان أغسو بحو بنو إسرائيل هرتودا إيا سبب تكدن بيسي إن أي دعض معجسة داسي وحان دليل اغا كيني دونا قرآن كريم كأه إيا سنة دي النبي جينا صلى الله عليه وسلم إيا داو شوعان بلسا كهور انتان بلابين هادي آد نغو عصوب تهاي فضلان ها إلو بن جنرل كإنات سبسكرايب سارة تسي آد إنو دي رقاليسو غنباليل كان فروسي أي كوسو غاران مقالة دي نحيغا وحا قصادان لياب كبادان نوسو وريي نبي جينا محمد صلى الله عليه وسلم وحينا دعضي حلقي النبي موسى عليه السلام كاسو آد اغو دبتوضي قوم كيسي عقل حمدو ذا إيا فعل لذو ذا لياب كبضنا إيا دبكوذي وحو النبي موسى عليه السلام أهان جيري مد آد اغو دادالة أسطرنان تجير كيسا مركاس بي قوم كيسو اغو تهمين إن او سيداس او سمين يسي او قريا علاد كتال لجير كيسا وحينا دهين أما وحو قبا برس، أما وحو قبا حنون كالي، أما وحا جيركي سكو تالحو ما تكالي اي او قرنايو. مركاس بو ألا سبحانه وتعالى دوني إن او نبيجي سكبرييلو، وحيابها اي كتوه ميان إيا إن او كرريب ديبكودة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عرات ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى يغتسل واحدا فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه أضر فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فخرج موسى في أثره يقول ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس وأخذ ثوبه فضفق بالحجر ضربا أبي هريرة الله كرى للنقضي وحو النبي صلى الله عليه وسلم كوريي إن أويري بنو إسرائيل وحي أهان جرين كوها الميل إسكولق بيستئيقو قاقاون أو مدبمد ككلا إيقيا نبي موسى عليه السلام وحو كاليجيس كو قبيسان جيري ميلكا دروكسان داتكا مركاس بي بنو إسرائيل وحي دهين والله موسى وحو نقول قبيسان لأيهاي وحو قبا أدرو أدردونا واحانون كو دعا حبنها تاران كا اي رقا كدبنا حمايا حبين تموقيدا وحو يلي صلى الله عليه وسلم مالين مالمها كمد أه أيو نبي موسى عليه السلام أبحي إن أسو قبيستو مركاس بو دقح ماشي يالي كورسارتي دركيسا كدبنا دقحي أياكالا عرري دركيسا مركاس بو نبي موسى عليه السلام دقحي كدب أرضي إساقو دهيا دقحي هو إسي دركيغا إلا بنو إسرائيل أي كأركين نبي موسى أو درلاان أه كدبنا وحي دهين والله موسى جركيس وحدب أهما قبو مركاس بو دركيسي كقاتي أو أرنا كدفتي دغحي وحونا الله سبحانه وتعالى دعددان كحسي قران كيس كريم كأه وحونا يري يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا
kuwa Alle iyo Rasuulkiisa rumeeyay oo iimaanka laga helayow, ha noqonina kuwii Nebi Muuse dhibay oo kale, oo kadibna uu Alle ka baryeelay wixii ay ku sheegeen. Kuwa Nebi Muuse calayhi salaam dhibay waa qoomkiisa Banu Israa'iil, wixii ay ku sheegeenna waxay ahayd in ay dhaheen wuxuu jirkiisa leeyahay ceeb uu u qarinayo. Dadka qaarkood waa ay la yaabi doonaan qisadan, waxayna isweydiin doonaan sidee buu dhagax u cararayaa isagoon nafba lahayn, balse taasi ma ahan arrin Alle subxaanahu wa tacaala agtiisa ku culus, mana qariibsan doono qofkii rumaysan mucjisooyinka nebiyada iyo waxyaabaha aan caadiga ahayn uu Alle subxaanahu wa tacaala ku ayiday ambiyadiisa. Dhagax in uu cararo kama yaab badno in badii la kala dhambalo, iyo in dib loo soo nooleysiiyo qof dhintay, iyo in dabkii laga dhigo mid qabow oo aan dhib geysanaynin, iyo kuwa kaloo badan oo ka mid ahaa mucjizooyinkii nebiyada. Wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala ogaa in tuhunkan lagu tuhmay Nebi Muuse calayhi salaam iyo risaaladiisa ay tahay mafsado ka weyn kana daran in la arko Nebi Muuse calayhi salaam cawradiisa. Dhibkan Nebi Muuse calayhi salaam gaaraya haddii la arko cawradiisa ayaana ka fudud tuhunka ay qoomkiisa ku tuhmeen, wuxuuna Alle subxaanahu wa tacaala in ay arkaan u suura geliyey daruuro awgeed, daruuradaasoo ahayd in tuhunkan laga qabo laga baabi'iyo. waxaan filayaa walaalaha qaaliga ah qisadan in aad ka wada faa'iidaysateen. Haddii aad ka faa'iidaysatay, fadlan ha iloobin in aad like saarto ood la sii wadaagto asxaabtaada. Haddii aad nagu cusub tahayna, fadlan ha iloobin channelka in aad subscribe saarato si aad inoo dhiirro geliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeenna xiga. Sidoo kale ha iloobin aragtiyadiina inaad igu reebtaan qaybta hoose ee commentiga. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأد مهتنتهين ولا لها قالق أه هل كان أي نوغيق يهي موقال كينا تانية إنتانكو كل مينو موقال كلا أو حيسبضا سيداس ينبت قليو. والسلام عليكم.